ما أشار الأسدي إلى أهمية إقرار مقترح قانون إلغاء الامتيازات الخاصة لجميع مسؤولي الدولة وبالتحديد الرئاسات الثلاث. القانون فيه تفاصيل كثيرة عن إلغاء الامتيازات والمخصصات لجميع المسؤولين، الرئاسات الثلاث، نوابهم، الوزراء، النواب من بدرجتهم من مدير عام فما فوق. وأعتقد أننا أيضا وفقا للمناقشات الأخيرة سنذهب في الأيام القادمة إلى إعادة مناقشة قانون قانون الخدمة المدنية حتى فيما يتعلق بسلم الرواتب، بحيث تكون هذه الرواتب عادلة وفيها عدالة بين مختلف أبناء الشعب العراقي، وإلغاء هذا التمايز الطبقي سواء في مستوى الرواتب أو المخصصات التي منحت أحيانا لاعتبارات غير حقيقية وأحيانا لاعتبارات حقيقية ولكنها لا يمكن أن تستمر دائما وأبدا. المهم هو توفير العدالة، فحينما يشعر المواطن بأن هنالك عدالة في توزيع الثروة وفي الاستحقاقات سيتحرك بكل تأكيد ليؤدي ما عليه من واجب حين يرى أنه وصلت إليه حقوقه.